مرحبا بكم خاوتي اخواتي من جديد في هذا الفيديو مع اخبار الجزائر. كما عودناكم اليوم جبنا لكم اهم الاخبار. وقبل ما نبداو في الفيديو ما تنساوش خاوتي ارجوكم تدعمونا بالضغط على زر الاعجاب. كما على بالكم هذه الايامات قناتنا راهي تتعرض لحمله سينيال والمشاهدات ما مشاو وصلوكم، ما ادعمونا غير في هذه الفتره وما زيدوش نعيوكم ونطلبوا منكم تضغطوا على زر الاعجاب، شكرا جزيلا لكم. فالاخبار عندنا مشروع كبير جدا يعاول عليه الرئيس عبد المجيد تبون لتغيير الجزائر، سنتعرف عن هذا الموضوع في هذا الفيديو. أيضا في الأخبار الجزائر هي أول دولة عربية تكسر قانون القيصر وتقوم بهذا، سنتحدث عن هذا الموضوع أيضا لاحقا. أخيرا في الأخبار إنفانتينو يهنئ الفاف على التنظيم ويصف طبعة الجزائر بالرائعة. هذه هي أبرز عناوين أخبار اليوم، ما أبقوا معنا حتى الآخر أعزائي المشاهدين باش تعرفوا قاع التفاصيل. أيضا شاركونا رأيكم في التعليقات فنحن نقرأ جميع التعليقات. في الأخبار مشروع كبير جدا يعاول عليه الرئيس عبد المجيد تبون لتغيير الجزائر، الطريق العابر للصحراء أكبر مشروع مهيكل في إفريقيا. الطريق يربط 6 دول إفريقية وهي الجزائر، مالي، النيجر، تونس، نيجيريا وتشاد. الطريق يمتد على مسافة 4500 كيلومتر انطلاقا من الجزائر العاصمة ليصل إلى العاصمة النيجيرية لاغوس. أيضا الطريق يتفرع ليرتبط بمحافظة أخرى مثل الطريق الرابط بين كل من غردايه بتونس العاصمة 2000 كيلومتر، العاصمة المالية باماكو بتامن راسة 2500 كيلومتر، ومدينة زندر النيجر بالعاصمة التشادية نجامينا. أيضا نسبة تقدم المشروع تقدر حاليا بأكثر من 90%، أي 9000 كيلومتر معبدة بين 9900 كيلومتر من الطول الإجمالي. فما أهميته بالنسبة للجزائر ولماذا يعاول رئيس عبد المجيد تبون كثيرا على هذا المشروع؟ هذا الطريق الذي توليه الجزائر عناية كبيرة تراهن عليه للولوج إلى السوق الإفريقية. الجزائر خصصت غلافا ماليا للمشروع قدره 300 مليار دينار جزائري، ما يعادل 2.6 مليار دولار أمريكي في الموازنة العامة. أيضا الطريق يعبر الجزائر على مسافة 3300 كيلومتر، وتم ترقية جزء هام منه إلى طريق السيار على امتداد 848 كيلومتر. ليس هذا وحسب أعزائي المشاهدين، بل تم الربط المباشر للطريق العابر للصحراء بالطريق السريع الذي يربط ميناء جنجن جيجل بالطريق السيار شرق غرب على مسافة 110 كيلومتر لإتاحة الوصول المباشر إلى الموانئ الرئيسية للجزائر في البحر الأبيض المتوسط ولتعزيز التجارة بين إفريقيا وأوروبا. أيضا أهميته الآن بالنسبة للدول الإفريقية والجزائر، الطريق كفيل بأن يكون محركا لتنمية الاقتصاد في إفريقيا ليس على الجزائر فحسب. هذا الطريق سيساهم في زيادة حجم الاستثمار الأجنبي والصادرات خارج المحروقات، أيضا خاصة بعد دخول اتفاقية التبادل التجاري الحر الإفريقية حيز التنفيذ بين الجزائر والدول الإفريقية الأخرى. هذا الطريق سيشكل محورا رئيسيا لتنمية التجارة خارج المحروقات كما قلنا لكم، والأنشطة الاقتصادية بين شمال إفريقيا وغربها. أيضا الطريق ستساهم في تقليص تكاليف النقل وتحفيز التجارة بين البلدان الإفريقية واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. ما رأيكم أعزائي المشاهدين في هذا الموضوع؟ أخبرونا رأيكم في التعليقات. في الخبر الآخر الجزائر هي أول دولة عربية تكسر قانون القيصر وتقوم بنقل مساعدات إلى سوريا. فما هو قانون القيصر أعزائي المشاهدين؟ الجزائر هي أول دولة عربية في العالم تكسر قانون القيصر وترسل طائرات إغاثة للجماهير العربية السورية. قانون القيصر هو قانون أمريكي يعاقب الحكومة السورية والنظام السوري، إلا أن الجزائر تجاهلت هذا القانون وقامت بإرسال مساعدات إلى سوريا رغم ذلك، حيث أشرف وزير الداخلية والجماعة المحلية والتهيئة العمرانية السيد إبراهيم مراد مساء أمس الاثنين بالقاعدة الجهوية ببوفاريك على عملية إرسال 210 طن من المساعدات الإنسانية نحو سوريا وأيضا تركيا بعد الزلازل العنيفة التي ضربت البلدين في الساعات الأولى من صباح أمس، حيث يقدر أن عدد القتلى فيها تجاوز 3000.
وبأمر من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون تمت عملية شحن وإرسال هذه المساعدات الإنسانية، وليست المساعدات الإنسانية فقط وإنما حتى تم إرسال الحماية المدنية بحضور المدير العام للحماية المدنية العقيد بوعنان بوغلاف ورئيس الهلال الأحمر الجزائري ابتسام حملاوي، وذلك في إطار الاستجابة الإنسانية العاجلة للتكفل بالمتضررين من الزلزال المدمر. وستكون هذه الشحنة من 115 طن من الموارد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية والخيم موجهة إلى سوريا، إضافة إلى شحنة مساعدات ثانية تتكون من 95 طن موجهة نحو تركيا. ليس هذا وحسبه، بل تم إرسال أعوان من الحماية المدنية من مختلف الرتب بتعداد 86 عونا وضابطا باتجاه سوريا. وفي تصريح للصحفيين خلال إشرافه على هذه العملية التضامنية، أكد السيد موراس حرص رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون على أن تكون الجزائر في طليعة الدول التي تقدم يد المساعدة إلى الشقيقتين سوريا وتركيا، موضحا أن رئيس الجمهورية أمر بوضع كل الترتيبات اللازمة لأن تكون فرق الحماية المدنية الجزائرية من أولى الفرق التي تصل إلى المناطق المتضررة لتقديم المساعدات. وتابع يقول: أعوان الحماية المدنية مطلوبين بالشروع في عملهم الميداني فور وصولهم إلى الأراضي السورية، مشيرا إلى أن الهلال الأحمر الجزائري مجند لتقديم الدعم اللازم للأشقاء المنكوبين. فما رأيكم أعزائي المشاهدين في هذا الموضوع؟ أيضا أخبرونا رأيكم في التعليقات. أخيرا في الأخبار، إنفانتينو يهنئ الفاف على التنظيم ويصف طبعة الجزائر بالرائعة، حيث هنأ رئيس الاتحادية الدولية لكرة القدم جياني إنفانتينو الاتحاد الجزائري على التنظيم الرائع لبطولة إفريقيا للاعبين المحليين 2022 شان المؤجلة إلى 2023 الجزائر من 13 جانفي إلى 4 فيفري، التي اختتمت سهرة أول أمس السبت بتتويج المنتخب السنغالي باللقب عقب فوزه على نظيره الجزائري بضربات الترجيح 5-4. ووصف رئيس الفاف بطولة إفريقيا للاعبين المحليين الشان التي احتضنتها الجزائر بالبطولة الرائعة، حيث قال عبر حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام: تهانينا للاتحادية الجزائرية لكرة القدم على التنظيم الرائع، وشكرنا موصول إلى كل من شارك في تنظيم بطولته الرائعة. كما هنأ إنفانتينو منتخب السنغال بعد تتويجه باللقب وكتب: تألقت السنغال وتمكنت من التتويج ببطولة إفريقيا للاعبين المحليين بالجزائر. ومعلوم أن رئيس الفيفا جياني إنفانتينو كان قد حضر مراسم حفل افتتاح شان الجزائر بملعب نيلسون مانديلا ببراقي الذي وصفه حينها بالملعب التحفة. وبعد مغادرة الجزائر نشر عبر حسابه الخاص في الانستغرام كواليس وتفاصيل مراسم افتتاح الطبعة السابعة من بطولة إفريقيا للاعبين المحليين بالجزائر. فما رأيكم أعزائي المشاهدين في هذا الموضوع؟ أيضا أخبرونا رأيكم في التعليقات. إخواني وأخواتي، هذا كل ما لدينا من أخبار في هذا الفيديو. أشكركم على المشاهدة وسنلتقي مع مواضيع أخرى. إلى اللقاء.